اسمي نيفين سامي، بدأت تربية زواحف من 5 سنين. أنا كنت بحب شكل التمساح قوي، فكنت بروح أتفرج عليه على طول في جنينة الحيوانات، وبعدين قلت طب أنا ليه ما ربيهوش. فبدأت فعلا أسأل ناس كتير بتربي تماسيح، طبعا ناس كبيرة في المجال، فقالوا لي ممكن تبدأي بتمساح صغير. وفعلا جبت التمساح الصغير، جبت 1 و2 و3، واتفاجئت ان هم كبروا معايا، يعني انا ما كنتش مصدقة ان هم هيوصلوا معايا يعدوا المتر كمان. ففي خلال تربيتي للتماسيح كنت دايما افتح النت واقرا في عالم الزواحف، فقابلت بقى انواع زواحف كتيرة قوي، فحبيت ان انا اجرب اربيها، التعابين المصري والتعابين المستوردة. بدأت أجيب التماسيح والتعابين عندي في البيت، طبعا عملت لها البيئة المناسبة، أحواض معينة للتماسيح وأحواض معينة للتعابين، كل حاجة ليها بيئة معينة، أنا قدرت أوفرها لها الحمد لله. وربيت كل حاجة، ربيت التعابين المصري والتعابين المستوردة والتماسيح والسحالي، أنواع سحالي كتير جدا ربيتها، والأنفد والحلزونات. انواع التعابين اللي انا ربيتها في البيت، التعابين المصري الاول، بدات بالتعبان اللي هو ابو السيور، ده تعبان نص سام، يعني سمه ضعيف جدا، يا دوب ياثر في الفريسه بتاعته. الازرود البيتي، الدساس المصري، الارقم، والكوبرا طبعا دي ربيتها ومش يعني ما انصحش حد خالص ان هو يقرب منها، وانا كمان بطلت ان انا اربيها لان هي سامه جدا، ما ينفعش ان حد يتعامل معاها اصلا. بعد كده بدات في الانواع المستورده، الاصالات. الاصالات دي تعابين هي بتكبر عاصره مش سامه بس هاديه، في التعامل كويسه جدا. جبت منها انواع كتير بقى، في منها النورمال والالبينو والايفوري والكراميل، منها الحاجات اللي معايا دي. وانا دايما بقرا على النت في الزواحف عموما كلها، قريت عن الاصالات. الاصالات دي مستورده، دي بتيجي من جنوب شرق اسيا، لقيت ان فيها انواع حلوه قوي وهاديه، هي عصره مش سامه، فجبت كل انواعها تقريبا، ربيت كل الانواع، في منها النورمال والكراميل والايفوري والالبينو، كل الانواع دي ربيتها وكبرت معايا لغاية 1.5 متر تقريبا، والجرانيت ربيته. لا ومواقف هفتكر لك يقول لا طبعا. بص انا اتعضيت كتير، يعني التماسيح وهي صغيرة كنت لسه في الاول ما كنتش بعرف اتعامل معهم كويس، فاتعضيت كذا مرة. التعبين برضو اتعضيت منها، بس الحمد لله كانت انواع غير سامة. طبعا اللي بيجي عندي البيت لازم أأمن الموقف، محدش بيحب يجي كتير، بيبقوا خايفين، بس الحمد لله كله تأقلم. يعني أنا تربية الزواحف بالنسبة لي، التماسيح والتعابين والأصالات، دي بقت حاجة أساسية في حياتي، أنا مقدرش أستغنى عنها، هي جزء من شخصيتي.